مرت قصة ون بيس من العديد من المراحل والأركاد المتعددة والمتنوعة المليئة بالأحداث الرائعة والجميلة والمحبوكة بشكل غاية في الروعة من طرف كاتب هذا العمل والمانجاكا الشهير الرائع إيتشيرو أودا، حيث أننا نجد ترابطات رهيبة جدا ما بين أرك وآخر بالرغم من عدم تتابع تسلسلها الزمني معا، كمثلا ظهور ساموراي ريوما المنحدر أصوله من بلاد وانو والذي قتله زورو في أرك التريلر بارك، بحيث أنه كان عبارة عن جثة متحركة أو زومبي إن صح التعبير، أحياه جزئيا تشيبوكاي موريا عن طريق وضع الشخصية ما في جسده لا يستطيع التحرك وبالتالي لا يستطيع الأخير التحكم في جسد ريوما. السؤال الذي كان مطروحا آنذاك هو كيف حصل موريا على جثة هذا الساموراي الذي يعتبر أسطورة في بلادي؟ الإجابة حصلنا عليها فيما بعد ضمن أحداث أرك بلاد وانو وأصل الساموراي ريوما، حيث أوضح لنا كاتب أن موريا سبق لو نبحر لوانو في وقت سابق وسرق جثة ريوما هناك. هذه نقطة من فيض من الترابطات الرهيبة الموجودة في ون بيس كما أسلفنا الذكر. موضوعنا في هذا الفيديو هو الحديث عن أرك وانو من قصة ون بيس ومناقشة مختلف جوانبه وأحداثه وشخصيته بشكل مقتضب وملخص قدر المستطاع. هذه قناة باراميسيا وسأرافقكم في التعليق الصوتي، أنا أخوكم محمد، لذا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات وهي لنبدأ. أرك وانو كوني أو بلاد وانو، الأرك الذي صرح الكاتب فيما سبق أنه متشوق للغاية لرسم أحداثه، هذا راجع لاقتباس الرقعة الجغرافية والصيد الشخصيات واللباس والعديد من الأشياء الأخرى المتعلقة ببلاد وانو من مسقط رأسها اليابان، وكذلك لأهميته القصصية في حدث القصة. تحضير للأرك بدأ منذ البانك هازارد عندما التقى لوفي بترافالغار دي واترلو والذي اقترح عليه خطة للإطاحة باليونكو كايدو الذي يتخذ بلاد وانو كمعقلة. لوفي تقبل الفكرة أولا لأن الطريق نحو حلم ملك القراصنة يمر عبر الإطاحة بأسقف القوة في العالم الجديد، ومن هم أسقف القوة في العالم الجديد؟ هم اليونكو طبعا. وثانيا اقتناعه بالفكرة طالما أنهم لن يستهدفوا شانكس في البداية، وكذلك من بين العوامل المساهمة في إقناع لوفي بفكرة الذهاب إلى وانو قاتلة ملك الوحوش هي ظهور شخصيتين غامضتين آنذاك وهما كينيمون ومومونوسكي اللذان اتضح فيما بعد أنهما من وانو. هذان الشخصيتان كانتا صلة الوصل بين طاقم قبعة القش وحليفهم لاو أو بلاد وانو. بداية الأرك جزئيا تبدأ من لحظة وصول طاقم قبعة القش لجزيرة سو، معرفتهم بعلاقة مومو كينيمون والآخرون ببلاد وانو وعلاقة الأخيرين السيئة بكايدو، مع داية اتساع حلف إسقاط كايدو لتكون من عدة أطراف يربطه هدف واحد هو السعي نحو إسقاط ملك الوحوش المتربي على عرش أقوى مخلوق في العالم وطرده نهائيا من بلاد وانو. هنا سينقسم طاقم قبعة القش إلى مجموعتين، مجموعة متجهة لوانو مباشرة متكونة من زورو، فرانكي، بروك، يوسوب وروبين، ومجموعة ستذهب لإرجاع سانزي الذي انفصل على الطاقم لأسباب قاهرة. الحدث الذي أدى بالقصة للدخول في أرك آخر وهو أرك الكعكة الكاملة الذي سنتطرق إليه إن شاء الله في فيديوهات قادمة. المجموعة المتجهة لإرجاع سانزي متكونة من نامي، لوفي، شوبر، بروك، رفقة كاروتو وبيدرو اللذان رفاقا المجموعة، لكن بداية الأرك الفعلية كانت عند العودة من الكعكة الكاملة والاتجاه نحو وانو بعد إتمام مهمة إرجاع سانزي بنجاح. وصول الطاقم إلى مدخل وانو كوني الشلال ذو التضاريس صعبة جدا، فكر بطلنا في طريقة لصعود الشلال وكانت الطريقة الوحيدة هي استغلال أسماك الشبوط العملاقة كوسيلة شر السفينة للصعود نحو أعلى. هنا استغل لوفي ميزته المطاطية كوسيلة تراوت من الأسماك والسفينة للشر نحو أعلى الشلال. الخطوة الأولى نحو وانو تمت بنجاح، لكن ما بعد الصعود كان أصعب بحيث أن التيارات البحرية المحيطة بوانو قوية جدا زائد كثرة الدوامات المائية صعب مهمة الوصول نحو الجزيرة أكثر. بعد رؤية أن الأمر صعب جدا حمل سانجي نامي وكاروت وشوبر بروك وطار بهم جوا نحو وانو، بينما بقي لوفي ليحاول عبور التيارات البحرية بسفينة سانيغو نحو شاطئ الجزيرة. هنا استغرق السفينة بلوفي في إحدى الدوامات المائية من بحر وانو. لوفي مستعمل فكرة الشيطان كيف سينجو من مياه البحر ليصل سالما لشاطئ وانو يا ترى. هذا ما سنتحدث عنه في فيديو قادم. كان معكم أخوكم محمد، ادعمونا قدر المستطاع وانتظروا الجزء الثاني من التلخيص والحديث عن أكثر أرك متشابهة في ون بيس، والسلام عليكم.